تعليق على بعض الأحداث العالمية والعلامات حتى يوم 29 أكتوبر 2019. ومرة ثالثة أكرر التنبيه في عجالة إخواتي الأحباء، الآسف جداً اللي ما لحقتش أجاوب على الأسئلة دلوقتي بسبب كثرة الأسئلة وقصر الوقت. يوم الأحد الجاي اللي هو يوم 3 نوفمبر هيكون يوم الحد الأول من الشهر، اللي بمعونة ربنا هيكون مخصص للأسئلة فقط لمدة ساعتين من 8 ل 10 مساء بتوقيت القاهرة. لحظة واحدة بس بدور على القلم بتاعي، الماركر اللي بعلم بيه ومش لاقيه. I'm sorry. لحظة. طيب أعتذر وبشدة. فيوم الحد الجاي اللي هو يوم 3 نوفمبر بمعونة ربنا من 8 ل 10 مساء بتوقيت القاهرة هيكون فترة أسئلة، خاصة للأسئلة اللي ملحقتش أجاوب عليها النهاردة. بالنسبة لموضوع التعليق على الأحداث، زي ما بقول كل أسبوع ولكن باختصار شديد لأنه عندي حاجات كتير عايز أقولها، ومش كل حاجة كمان لأن الأسبوع اللي فات كنت متغيب، فهختصر في المقدمة. لكن المقدمة باختصار شديد، لا هدفي ان انا اخوف حد ولا احدد احداث معينه، ولا ايضا ان انا اقول ان انا بفسر اشياء او غيره من هذه الامور، انا ولا اقول لكم شويه اخبار. هدفي الاساسي ان احنا حياه الاستعداد ان نسمع الكلام ده زي ما قال لنا ربنا، لما نسمع الكلام ده ننتبه لحياتنا الروحيه، هو ده هدفي بس. ربنا قال لنا علامات كتيره، الزلازل والحروب والدخان زي البراكين والحرائق والامواج اللي تضج والهاريكينز والاوبئه ومخاوف علامات في السماء، كل ده قبل يوم الرب العظيم المخوف. ليه كل ده قاله لنا ربنا قبل ما يحصل؟ عشان واحد ما نخافش، اما خوفهم فلا تخافوا. اتنين، علشان في الزمن ده ربنا عارفه في نهاية الأيام اللي معرفش قد إيه هيكون في تشكيك شديد جدا، وشايفين كمية التشكيك في كل كلمة والتصيد ومحاولة تخطيء الكتاب المقدس بأي شكل. فربنا قال لنا قبل ما يحصل عشان ما يحصل نؤمن، لأنه مستحيل يكون هذا الكتاب خطأ أو مؤلف أو محرف ويكون ربنا الحاجات اللي قالها لنا هتحصل في نهاية الأيام بتحصل قدام عينينا وتبدأ فعلا. والحاجة الثالثة والأساسية بالنسبة لي زي ما قال إنجيل لوقا 21:28، ومتى ابتدأت تكتمل إمتى ما عرفش، لكن ربنا قال لنا لما تبتدي تكتمل في شهور في قرون ما عرفش، لكن قال لما تبتدي أنت ترفع راسك لفوق لأن نجاتكم تقترب. تنتبه لحياتك الروحية، حياة اليقظة الروحية، وهو ده الهدف. لأن ربنا عارف إن الزمان ده إزاي العالم هيكون متفنن، وفعلا حقيقي العالم الأيام دي متفنن إن يشغلك عن حياتك الروحية. علامات في السماء، أول حاجة فعلا أحداث كتيرة بتحصل في السماوات حوالينا. انفجار شمسي وصل اللهب طوله إلى 60,000 ميل، ودي صورته المصورة، ورغم ذلك الشمس تمر بماينور اكتيفيتي اللي هو سولار مينيمم، يعني نشاط قليل عن المعتاد، فلا يوجد بقع شمسية بطريقة أقل كمان من اللي كانت غريبة لما حصلت سنة 2018. فsomething wrong في الشمس، وده اللي بيقولوا له علماء، يعني الشمس ممسوحة السطح بتاعها. مرور مذنب هالي اللي ما شفناهوش من سنة 1986 هذا الأسبوع، وسيرى كنيزك يعبر في السماء شوتينج ستار يعني بالمنظر ده. طبعا لا يزال حتى الآن يستمر تساقط الكرات النارية والأحجار الفضائية اللي زي ما قالها الكتاب المقدس، ولكن الترجمة قالت نجوم السماء، واللي تنفع بمعناها الروحي أو الرمزي على سقوط رجال الدين، ولكن أيضا لترالي بتحصل قدام عينينا وتساقط نجوم أو أحجار فضائية من السماء. العدد بيتزايد. فيوم 16 أكتوبر 28 كرة نارية في يوم واحد. بعد كده ما كنتش موجود، ما تابعتش غير حاجات بسيطة. يوم 25 أكتوبر يوم 32 كرة نارية في أسبوع واحد، في يوم واحد. يوم 26 أكتوبر 26 كرة نارية في يوم واحد. أيضا يوم 27 أكتوبر 26 كرة نارية في يوم واحد. يوم 28 أكتوبر اللي هو أمس 31 كرة نارية في يوم واحد زي ما قال لنا الكتاب.
الطقس وبحيرة البحر والأمواج اللي تضج وبشدة. التزايد الأحداث اللي بتحصل في تلاطم أمواج البحر اللي قالها إنجيل لوقا واضح إن هي بتزيد. كانت بتحصل، أيوة كانت بتحصل، ولكن ما كانش بهذا المعدل المتزايد ومع بعض بهذا المنظر. منطقة انخفاض تتكون بطريقة نادرة أن تحدث في هذا التوقيت في الأطلنطي. وآدي فعلا يوصفه أن حاجات غريبة بقت تحصل على الأرض وفيري رير. عاصفة ثلجية تاريخية تجعل المزارعين يخسروا الكثير من محاصيلهم وتخريب لم نراه من قبل في وسط غرب أمريكا. نزلت سلوك كثيرة في أكتوبر، في بداية ومنتصف أكتوبر، مش معتادة دايما تنزل، المفروض في نوفمبر ويكون بعد ما جمعوا المحاصيل. على فكرة المجاعات اللي قالها عنها الكتاب المقدس بتحصل للسببين مع بعض، مناطق بتغرق بتبوظ المحاصيل أو بتبوظها للسنو والهيل، ومناطق تانية بسبب الجفاف مفيش محاصيل. وفعلا المجاعات بدأت في مناطق موجودة على سطح الأرض. ملايين يعانوا من انقطاع الكهرباء في كاليفورنيا بسبب انتشار حرائق الغابات، النار اللي شغال بسبب الحرائق وبسبب البراكين. أحد حرائق في كاليفورنيا وصل أنه حرق 10,000 فدان وأخلى الكثيرين. ده من لوس أنجلوس تايمز. كاليفورنيا يوم الأحد تعلن حالة الطوارئ عبر الولاية وتخلي 200,000 شخص وتحرك كل القوات المتاحة لمواجهة الحرائق. أنا لا أقصد أن بقوله ده كتفسير، وما أقصدش أن ده لا إعلان ولا غيره، أنا بس استغراب أو اعتبروها علامة استفهام مني. مش غريبة كل ما كاليفورنيا تشجع على الشواذ زيادة كل سنة، كل ما الحرائق بتاعت كاليفورنيا بتزيد كل سنة، والكوارث اللي بتحصل في كاليفورنيا ما بين سيول، ما بين انزلاق طمي، ما بين حرائق، وبخاوف من كمان زلازل قوية. أنا مش بقول إن ده التفسير، لكن فعلاً اللي لا يستحسنوا أن يتركوا الله في معرفتهم، ربنا بيتركهم إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق، ولكن بيرفع حمايته عنهم. خلي بالكم، إسرائيل تتجه إلى مواجهة عاصفة برضو توصف نادرة برضو في نفس الأسبوع. 9 أعاصير بطريقة غريبة تم تأكيد بعضها لمس الأرض في مساء يوم الأحد السابق عبر شمال تكساس. 9 تورنيدوز بعضهم لمس الأرض، ومسمينها ليلة التورنيدوز. سايكلون فئة 4 هو كيار، يصبح أقوى سايكلون فوق منطقة البحر العربي في آخر 12 سنة بسرعة رياح وصلت ل 150 ميل في الساعة. ده من واشنطن بوست. هيريكين آخر قوي يتكون في منطقة شرقية في الأطلنطي أبعد من أي سايكلون آخر مسجل قوة الرياح بتاعته. ده من واشنطن بوست. رياح تصل إلى 102 ميل في الساعة تسجل في سوناما وتتغلب على سرعة الهيريكين. ده من جيت. أليس غريب؟ دي بتحصل، كانت بتحصل ويضرب رقم قياسي كل عدة سنين، لكن مش غريب ان كل ده يحصل في اسبوع واحد او اكتر من اسبوع، حاجة بسيطة. الزلازل اللي ايضا زي ما قال الكتاب فعلا بدأت تزيد، وخلاص بقي شبه كل اسبوع بقينا نسمع عن رقم 6 مرة واكتر بعد ما كان نادر في السنة. واللي مش متأكد من كلامي يرجع لنفس المؤسسة USGS من سنة 2008 وما قبلها، أو ما قبل 2008. يوم الثلاث اللي فات اللي هو 15 أكتوبر اللي قبل اللي فات 40 زلزال في يوم، يوم الأربعاء 44 زلزال، منهم 1.64 في الفلبين، وكتير 5 فمن فوق. الأسبوع اللي قبل السابق حصل فيه 97 زلزال قوي، منهم 2 زلازل فوق 6 ريختر. يوم الجمعة اللي هو 26 أكتوبر الجمعة الماضي 44 زلزال،
منهم 5.8 في ألاسكا بطريقة غريبة، تزايد الزلازل في ألاسكا. يوم السبت 46 زلزال، يوم الأحد 44 زلزال، يوم الاثنين 44 زلزال آخر منهم واحد تاني بقوة 6.6 في الفلبين. الأسبوع ده حصل ب 92 زلزال قوي في 7 أيام بس، منهم زلزالين الاثنين فوق 6 ريختر وكتير فوق 5.8 ريختر. وبالفعل تزايد الزلازل وبإقرار العلماء وبإقرار وكالات الأخبار. سان فرانسيسكو تهتز بعشرات من الزلازل ومخاوف من زلزال كبير قادم. مؤسسة USGS للزلازل بتحذر أنه ممكن زلزال كبير فعلا يحصل في كاليفورنيا بعد حدوث زلزال بقوة 4.5 ريختر. ذعر شديد في مدن فلبينية بسبب الزلزال اللي بستة واربعة، وبعدها حصل الزلزال بستة وستة. زلزال 6.4 كتير من الأهالي قالوا ده أقوى زلزال نشعر به، جه بعدها زلزال 6.6. أسبانيا تهتز بزلزال قوي سبب ذعر لسكان بعض المناطق. تكساس تهتز بثلاث زلازل ليلة الأحد. الصدع اللي موجود في كاليفورنيا يزداد، ولا أحد يعرف إيه اللي ممكن حتى يتوقعوه. العلماء مش عارفين يتوقعوا إيه اللي هيحصل، وده من ساينس أليرت. فتحة أرضية فجأة تتفتح في طريق مزدحم تبتلع أتوبيس في شارع زحمة بطريقة عجيبة، بلعت أتوبيس. اللي في نفس الوقت تزايد كل ده فيه برضو تزايد فيه البراكين. بدل ما صدعكم كتير، خاصة من حيث شتابع كتير للأسف، ملخص البراكين النشطة الأسبوع اللي قبل الماضي من فولكينو ديسكفري، وده ملخص البراكين النشطة يوم الأحد الماضي برضو من فولكينو ديسكفري. بدل ما نسمع عن 3-4 براكين في السنة قوية، بص بقينا كام بركان نشط في نفس الوقت، واللي باللون الأحمر ده الإرابشن، واللي باللون الأورنج ماينور أكتيفيتي، واللي في نفس الوقت موت الكائنات الجماعي اللي زاد جدا، ليس حالة ولا اتنين في السنة أو مفيش خالص. بص بإنك نسمع عن كام حالة في الأسبوع، زي بالضبط ما قال الكتاب المقدس، وقالها بدقة في هوشع 4:1 إن ده هيحصل، وسمك البحر ينزع وحيوانات البرية تموت وطيور السماء تقع ميتة قبل عقاب الإنسان. اللي هقوله ده أسبوع، يوم 7 أكتوبر ليوم 14 أكتوبر. يوم 7 أكتوبر موت أكتر من 60,000 من الماشية بسبب الجفاف في ناميبيا. البعض بيموت من الفيضانات والبعض بيموت من الجفاف، ولكن في الحالتين مجاعات. في نفس اليوم موت أكتر من 150,000 عشرات إن لم يكن مئات الأطنان، اللي بقي خلاص بعد ما كان حاجة عجيبة دلوقتي بقي شبه متعودين عليه، لأن شبه بنسمعه تقريبا كل أسبوع، من الأسماك بتموت في نهر في كارولينا الشمالية. كل اللي قدام حضراتكم ده سمك ميت. يوم 9 أكتوبر موت مئات من الأسماك في شواطئ جزيرة في فلوريدا في أمريكا. يوم 10 أكتوبر موت 6 سلاحف على شاطئ كاب كود في أمريكا. أيضا في نفس اليوم موت 96,000 من الأبقار في المكسيك بسبب الجفاف. يوم 12 أكتوبر موت 11 حوت من 17 جمعة على شاطئ جزيرة سابو في إندونيسيا. يوم 13 أكتوبر موت الآلاف من الأسماك في شاطئ في مانيلا اللي هي العاصمة بتاعت الفلبين. نفس اليوم موت كم ضخم بالأطنان من الأسماك في شاطئ في عمان. كل ده قدام حضراتكم سمك ميت على مرمى البصر. للسكيل ده حجم المراكب بتاعتهم الكبيرة بتاعتهم.
يوم 14 أكتوبر موت عضليات بحرية كثيرة جدا بطريقة تحير العلماء في عدة أماكن في أمريكا. ده من الجارديان بالملايين. نفس اليوم موت الآلاف من الأسماك والكابوريا والجمبري في شاطئ في أسبانيا. أيضا في نفس اليوم، كل دول في يوم واحد، موت كم ضخم من الأسماك في بحيرة في أستراليا. كل ده سمك ميت. أيضا في نفس اليوم موت الملايين من القشريات البحرية في شاطئ في أستراليا. كل اللي أنا قلته ده زي ما بكرر أسبوع واحد. مش غريبة تزايد موت الكائنات في زمن التقدم بالطريقة بالضبط اللي قال عنها الكتاب المقدس، رغم أن المفروض كان يحصل العكس، والحد بيخمن ما يعرفش يخمن حتى بالدقة دي. طب ليه قال لنا الكتاب المقدس هذا الأمر بهذه الدقة؟ لأنه وضح أنه ده هيحصل في نهاية الزمان، اللي زاد فيه تشكيك في كلمة ربنا اللي بتشهد عن نفسها وصدقها، وأيضا بيحاول يشغله الإنسان فبيحاول يلفت نظره. شكرا أستاذة ميرا لنزلة الأعداد. الأوبئة أيضا اللي زادت، زوار ديزني لاند بيقولوا قد يكونوا بيعرضوا الآخرين للحصبة. ده من ABC، مع ملاحظة على فكرة ديزني لاند بتحاول تعمل دعاية للتطعيمات بأي شكل، فكل شوية تقول حصلت لنا إصابة في الحصبة خدوا التطعيمات. اكتشاف نوع غريب من الفيروسات يسبب حيرة للعلماء اللي مش عارفين إن إزاي حتى الفيروس ده بيصيب العائل بتاعه. ده من ديلي ستار. زي ما قال هنسمع عن أوبئة، بنسمع دلوقتي شبه كل أسبوع عن حاجة غريبة. يا أستاذة أماندا، لو قريت في سفر الرؤيا إصحاح 6 عن زمن مجيء العبيد الرفقاء والإخوة، قال لنا الكتاب المقدس في سفر الرؤيا إصحاح 6 إن هيجي عابرين كثيرين جداً، ألوف ألوف ربوات ربوات من كل الأمم والقبائل والشعوب، قالها الكتاب المقدس في عدة أماكن بعدة طرق، ومنها إن هم بدل ما هم عبيد هيصبحوا رفقاء وإخوة. سحب أكثر من 64 ألف رطل من اللحوم بعد أن اختبار أظهر إصابتها بنوع قاتل من الإشريشة كولاي. ده من ميامي هيرالد. فأنت تجيب الأطعمة اللي زي دي وتبقى واثق فيها وتفاجأ إن هي فيها مرض قاتل. لحوم قد يكون بها أمواس حلاقة. على فكرة موضوع تلويث الأكل زاد جدا في الغرب بطريقة شيطانية. مش بس اللي يفتحوا الآيس كريم ويلحسوا فيه ولا يأسف يبصقوا فيه ولا غيره. تلويث الأكل بحاجات قاتلة زي أمواس حلاقة فعلا صعبة. فلحوم قد يكون بها أمواس حلاقة أرسلت لبعض فروع شركة تاكو بيل عبر أمريكا. ده من فوكس 17. شركة جونسون أند جونسون بتاعة الأطفال تسترجع بودرة أطفال ليه؟ بسبب احتمالية تلوث البودرة دي بالأسبستوس اللي هو بيسبب السرطان. ده من فوكس 35. طبعاً تزيد حالات السرطان ونرجع نرمي العيب على ربنا. اللي هم ما بيؤمنوش بيه بس يرموا عليه العيب. الصين تهدد برد قوي لو أمريكا دعمت القوانين الجديدة في هونج كونج، واحتداد الموقف ما بين أمريكا والصين بسبب هونج كونج والمشاكل اللي حصل فيه بيزداد جدا، وربنا يستر. ده من ياهو نيوز. تزايد حدة الصراع حول جنوب بحر الصين ما بين الدول اللي حواليه، ففيتنام تقوم بحملة ضد الصين. أيضا الفلبين تقوم بخطة سرية ليكون لها اليد العليا في الموقف في الخلاف اللي بيحصل في جنوب بحر الصين. أمريكا تقوم بتدريب عسكري موسع جدا في كاليفورنيا بطريقة يوصفوها أن هي لم ترى من قبل. ده من military.com. أردوغان يوم 16 أكتوبر، حضراتكم عارفين اللي حصل، يمكن للأسف ما كنتش بتابع الموضوع ده قوي،
يقول تركيا مستحيل تعلن وقف إطلاق النار، ده من CNN. والإشكالية اللي حصلت اتضح فيها ليه أنه أمريكا مش قادرة تضغط قوي على تركيا، لأن تركيا تحتوي على 50 قنبلة نووية أمريكية في المواقع الأمريكية اللي موجودة في تركيا، وكانت شبه 50 قنبلة نووية الأمريكية محتجزين في القاعدة الأمريكية في تركيا، ده من فوكس نيوز. يعني تركيا ما عندهاش سلاح نووي بطريقة مباشرة، ولكن عندها في القواعد الأمريكية اللي في تركيا يوجد فيها قنابل نووية. طبعا حضراتكم عارفين ان الموضوع حتى الان مش مفهوم. امريكا قررت تنسحب، تركيا كانت الخطه شبه جاهزه عشان تدخل تحارب الاكراد، بعد كده امريكا طب هنضغط عليهم، بعد كده لا طب امريكا يعني لما ضغطت فعلا تركيا قررت وقف اطلاق النار. الموضوع فعلا تحس فيه تمثيليه، something wrong there او something fishy. خطه تركيا انها ترسل ملايين اللاجئين ان يقيموا في شمال سوريا، ده من وكاله رويترز. لكن بعد ده بسبب مكالمة بتاع ترامب تركيا تعلن وقف إطلاق النار. بومبي يدافع عن قرار أمريكا وسحب القوات ويقول ترامب مستعد أن يستخدم القوة لو استلزم الأمر. أخبار عن عملية أمر بها ترامب للقوات الخاصة الأمريكية استهدف فيها البغدادي رئيس داعش ونشر انه تم قتله، ده من نيوز ويك، ده كان يوم 23. بعدها امريكا اكدت مقتل البغدادي في عمليات العمليه اللي قام بها القوات الخاصه الامريكيه، ومن فوكس نيوز وغيره من مصادر كتيره، وفعلا قدموا ادله من الدي ان اي وغيره. فرنسا بدات تعلن حاله الطوارئ استعداداً لأي هجوم انتقامي من المسلمين، بعض المسلمين الإرهابيين اللي موجودين في فرنسا بعد مقتل البغدادي، وده من وكالة رويترز. داعش تيك توك تنشر فيها أشياء بما فيها صور وفيديوهات قطع رؤوس بشر. آسف على يعني أتمنى ما حدش يشوف الحاجات دي، فعلاً صعبة قوي، ما بتفرقش مخيلتك. ده من وول ستريت جورنال. طبعا حضراتكم شايفين ازاي قلاقل في كل مكان، المظاهرات شبه في كل مكان، كمان دلوقتي في مظاهرات في تشيلي، اندلاع المظاهرات وموت 7 متظاهرين من ياهو نيوز، كل دول متظاهرين. بالإضافة طبعا المظاهرات اللي شغالة في كل مكان في الشرق الأوسط، ما بين الجزائر واللي بيأسف ما بين العراق واللي بيحصل فيها، ما بين لبنان وغيره وغيره. ايضا في البرازيل الحكومة البرازيلية ترسل 5000 جندي عشان ينهوا الثورات اللي اندلعت بسبب سكب البترول، فالحكومة بتحاول تزيل اثار بقع البترول اللي هو يعتبر اسوأ تلوث في تاريخ البرازيل، ده من ياهو نيوز. توقع تزايد شديد في مظاهرات وأعمال عنف بسبب زيادة الأسعار في 10 سنين القادمة، مش بس في دول الشرق الأوسط ولكن في العالم، بسبب الجفاف والفيضانات اللي بتعمل مجاعات الاثنين. فالعلماء بيتوقعوا أن 10 سنين جاية هو زمن الثورات على الجوع. معرفش أستاذ جاك، لكن ده الكلام اللي اتنشر. أخبار عامة، السعودية أخيرا تسمح لأول مرة بزيارة الموقع الكتابي الحقيقي الأصلي للخروج، بما في جبل سيناء الحقيقي اللي هو جبل اللوز اللي كان في مديان، اللي في مديان وليس في سيناء. و أشكر ربنا أخيراً عشان يترد على الموضوع اللي مفيش أدلة للخروج، الخروج عمره ما حصل، الخروج أسطورة والكلام ده كله. السعودية بنفسها أخيراً تسمح بزيارة هذا الموقع، فرحلة أمريكية من سياح أمريكان راحوا وزاروا صخرة حريب
ومكان قاعدة العجل المقدس وغيره من هذه الأماكن. العرماء يريد، هل لسه بعد كده برضه هيقولوا الخروج أسطورة؟ مش عارف. العلماء يريدوا أن يدخلوا شرائح بذكاء صناعي في مخ الإنسان عشان يدوله ذكاء سوبر، ده من ديلي ستار. فقريب كل إنسان هيبقى أحسن من أخوه إزاي على عدد الشرائح الذكية اللي زرعها في مخه. استبدال البروفيشنالز دلوقتي خلاص، بدل ما بيستبدلوا الدكاتره بكمبيوتر ارتفيشال انتليجنس للدياجنوزس وتشخيص الامراض، وبيحاولوا يستبدلوا الصيدلي كمان بكمبيوتر بفندور ماشين برضو فيها ديسبنسنج بساليب معينه، وباستبدال غيره غيره غيره. كمان دلوقتي عايزين يستبدلوا القضاء بذكاء صناعي، فعايزين يصنعوا انسان آلي بذكاء صناعي عشان يكون قاضي ليه ويصدر الأحكام. ليه؟ عشان ما يكونش عنده تحيز بشري، ما عندوش عاطفة، ما يتأثرش بالعاطفة تجاه مثلا المتهم. في محاكمة هتسمى محاكمة الذكاء الصناعي Artificial Intelligence Court. إيه رأيكم في عصر الماكينات؟ روسيا ستختبر قدرتها. شكرا أستاذ اللي كتب التعليق، بيقول البغدادي كان اوريدي عندهم المعلومات بتاعته والدي ان اي وغيره، لانه البغدادي كان معتقل سابقا في العراق. روسيا تختبر قدرتها على ان تنفصل عن الانترنت. انا بحب عايز اتابع الموضوع ده عشان هيحصل فيه ايه. بمعنى انه تفهمين لو بيحاول تعملها روسيا ايه؟ الانترنت العالمية اللي هو ليها تدخل امريكي كبير، وايضا الصين وغيره، عايزة تجرب لو اتقطعت النت عن الدولة ايه اللي هيحصل؟ 60% من الامريكان يريدوا، وصلنا في زمن انه عايزين يغيروا اول مبدأ في الدستور الامريكي اللي بينص على حرية التعبير. عارفين ليه؟ علشان ايه؟ على الهيت سبيتش. وانتوا عارفين هما بيهاجموا مين بيدعي الهيت سبيتش؟ المسيحيين، عشان يمنعوا المسيحيين من حريه التعبير. هما يقولوا اللي هما عايزينه، والمسيح لما يتكلم يقولوا له هيت سبيتش، لما يتحجج بحريه التعبير يقولوا له خلاص غيرنا. عشان تشوفوا الخبراء ازاي لا يثق في كلامهم، لانه ممكن كل حاجه بتتغير. احنا فعلا دلوقتي بيجينا الاستادي البيبر بتقول حاجة ميديكالي، بعدها بأسبوع بتجينا حاجة عكسية. أنا بتكلم جد مش بهرب. أنتوا عارفين يعني، يمكن الناس متطرقين للموضوع ده طول عمرهم، الأطفال اللي عندهم مشاكل أنكزايتي أو أوتيزم أو غيره بيعملوا هاند فلابينج. ودايما كنا بنحاول نقول الأهالي يحاولوا يدربوا أولادهم على الكلابينج، إن هم يسقفوا ما يعملوش هزة الإيد. أكسفورد دلوقتي طالعه تقول العكس. فجامعة أكسفورد يعتبروا التصفيق الهاند كلابينج هو بسبب القلق، مرض القلق الانكزايتي، ويقرروا انه يستبدلوا التصفيق الهاند كلابينج بهز الايد، بس بيسموها جاز هاند اللي احنا بنسميها هاند فلابينج. ايه رايكم؟ يعني اللي كان علامة مرضية بقي دلوقتي هو الصح، واللي كان الصحيح واللي بننصح بيه دلوقتي بقي هو معتبرينه علامة مرضية. ايه رأيكم؟ زي بالضبط من اشهر الحاجات اللي هو الكشف على سرطان الثدي اللي كان لازم يتعمل باستمرار للسيدات كل سنة، كان ينصح بيه، دلوقتي اعتبروه ان هو ليه مشاكل الفحص ده، فلا محتاجين when it's needed. اوكي، الحاجة وعكسها. واللي قالوا الاثنين خبراء. بحث بيقول ان فلتر السجاير قد يكون السبب في زيادة حالات سرطان الرئة، ده من نيويورك بوست، مع ان ملاحظة ان البديل اللي هو الفاب برضو بيسبب سرطان. خلي بال حضراتكم من الخبر الجاي ده، لان احنا اصبحنا عصر ما نقدرش ننكر اصبحنا عايشين فيه كلنا.
تحذير من حالات جلطات العين واللي ممكن توصل للمخ بعد أن يصاب رجل بالعمى من ممارسته لألعاب على التليفون المحمول سمارت فونز باستمرار. فخلي بال حضراتكم، ده من نيويورك بوست، استخدام التليفون المحلول باستمرار والتركيز فيه باستمرار سواء للتكست ولا للقراية ولا للألعاب ممكن يسبب ستروك، آي ستروك، وممكن يسبب عمى. دراسة توضح أن الذهاب إلى الكنيسة بانتظام يقود إلى صحة عقلية أفضل، better mental health. خدت بالكم من الدراسة دي؟ study finds going to church regularly leads to better mental health. يعني فعلا فعلا الكنيسة ليها فائدة للإنسان. اضطهاد المسيحيين اللي زاد جدا وخاصة الوقت ابتدى يدهمنا، فبحاول أسرع على قد ما أقدر، لكن خبر كويس في البداية، أكثر من 250 ألف طالب أمريكي يتحدوا الملحدين وكل اللي بيحاولوا يمنعوهم ويقوموا بالصلاة في يوم الصلاة في ملاعب المدارس عبر أمريكا بدون الخوف من كل المحاولات الملحدين، رغم أنتوا لا تتخيلوا قد إيه حاول الملحدين يخوفوهم ويضطهدوهم ويضللوهم ويقولوا لنفسهم ويقولوا لهم أن الكلام ده ضد القوانين وفصل الدين عن الدولة والكلام ده كله. فعلا زي ما قال الكتاب، أبقيت النفس 7000 ركبة لم يحن، أبقيت النفس 7000 رجل لم يحن ركبة البعض. للأسف في تزايد اضطهاد المسيحيين في إندونيسيا كمان، سيدة مسيحية مصابة يا ربي بمرض عقلي شديد، حكموا عليها بتهمة التجديف على الإسلام. Seriously؟ دي يعني suffering from severe mental illness، يحكموا عليها بتهمة التجديف، دي تجدف على إيه دي؟ إيه رأيكم؟ آدي المسلمين واللي بيعملوه في العالم في اضطهادهم للمسيحيين. مترجم للكتاب المقدس في الكاميرون يتقتل بطريقة بشعة في تزايد اضطهاد المسيحيين في الكاميرون كمان. المسؤوليين الاشتراكيين في الصين يهدموا كنيسة. ليه؟ عملت جريمة بشعة. ايه الجريمة دي؟ جمعت تبرعات. طب ما الكنيسة اصلا قايمة على التبرعات، هي الكنيسة بتقوم بدخل، فلقوها حجة وهدموها. فيديو اخر يظهر فيه بالضبط اخويا الحبيب استاذ جورج، فيديو اخر يظهر فيه السلطة الصينية تهدم بالبلدوزرات كنيسة أخرى يشترك فيها 3000 مسيحي. طبعا نيجيريا وبوكو حرام والعصابات الإرهابية، ربنا حقيقي يرحمنا ويرحمهم. كمان الصين دلوقتي وصلت أنها تمنع الطلبة الأفارقة اللي فيها من أن هم يصلوا في الكنائس. ليه؟ بحجة أن هي عايزة تمنع انتشار المسيحية عن طريق أجنبي اللي هو الفورين انفلتريشن. إيه رأيكم؟ أيضاً استمراراً في محاربة الصين للمسيحية يطبقوا عقوبات مالية ثقيلة على بعض الكنائس اللي بتمتلك أناجيل تعتبرها الحكومة الصينية غير موافق عليها. لو الإنجيل في الكنيسة مش بتوافق عليه الحكومة الصينية تطبق عقوبة مالية وممكن تهد الكنيسة. هذا اللي بيحصل. فعلاً العالم اجتمع على الرب وعلى مسيح. أيضا المسيحيين مضطهدين في هونغ كونغ، ورغم ده بيتقبلوه وبيقبلوه بالترانيم بينما المسؤولين الصينيين بيهاجموهم وبعنف. صورة مؤلمة تظهر من الجزائر بتوضح أن الحكومة الجزائرية وبتدمر الكنائس وبعنف وبتزيل القصوص وبتحبس بعضهم. يعني في الشرق وفي الغرب في كل مكان المسيحية مضطهدة. لا يزال يقبض على المسيحيين في السعودية لو لقيوا معهم الكتاب المقدس. ظهور دعاية مضادة للمسيحيين واليهود في تركيا
في الوقت الذي يستمر المسلمين في ذبح الأكراد في شمال سوريا حتى بعد وقف إطلاق النار. طبعا اضطهاد المسيحيين في تركيا بدأ يتزايد جدا. وعلى فكرة موضوع البغدادي، يعني البغدادي كان قريب جدا من الحدود التركية. عايزين تقولي لي ان تركيا ما كانتش عارفة ان البغدادي يعني دور ستيب؟ طلبت كنتاكي يعلنوا انهم سيصلوا في المدارس رغم كل المحاولات اللي بيقوموا بها الملحدين لمنعهم من ذلك. على فكرة فرحان جدا بالشباب دول اللي بيوقفوا لإيمانهم، ربنا يباركهم. المبشر الشهير فرانكلين جراهام ابن بيل جراهام يقول ان اليساريين اللي هم الديمقراطيين بتوع بيل كلينتون واوباما والمسؤولين وسائل التواصل زي الجوجل والفيسبوك اعلنوا بوضوح انهم ضد الكنيسة. ممارسة ضغط على الكنيسة الكاثوليكية عشان ترفع حظر رسم قساوسة نساء، ده من الجارديان. البيروقراطيين في أمريكا يهددوا بعقوبات واحتمال سجن للخدمات المسيحية. انت عارفين في برنامج هنا يجمعوا فيه النظارات المستعملة ويدوها للناس الفقراء لو مناسبة القراية بتاعتها ليهم اللي ما يقدروش يدفعوا ثمن النظارات لأنها غالية إلى حد ما. هنا عايزين يمنعوا أي مساعدات للهوملس وللفقراء وبيهددوا إن هم يطبقوا عليهم عقوبات مالية واحتمال سجن. محكمة عليا أمريكية ترفض قضية طالب مسيحي أجبر في مدرسة أمريكية على أن يكتب صلاة تحول للإسلام، ورغم كده المحكمة العليا رفضت أنها تقف جنبه أو تقبل قضيته. ده من فوكس نيوز. إيه رأيكم؟ ده في أمريكا، ده مش في السعودية. عزيزي أستاذ ميدو، كندا بمستر ترودو. أنا معرفش إزاي الكنديين انتخبوا ترودو ده مرتين، المسلم لافر ده. anyway ربنا حقيقي يحافظ علينا. الانحدار الأخلاقي اللي زاد جدا، عشان تشوفوا مجدهم في خزيهم ازاي. بيشيلوا الوقت اللي بيشيلوا فيه الصلبان ولوحات الوصايا العشرة بيفتخروا انهم بينشئوا اكبر لوحة ويجي الشيطانية في مدينة سليم الامريكية. عاملين كل ده لوحة ويجي الشيطانية. آلاف الساحرات يستمروا في إطلاق تعويذات ضد الرئيس ترامب. هذا اللي بيعملوه، يبعدوا عن ربنا، يتجهوا للسحر وللشذوذ والحاجات دي كلها. أكاديمية بحرية في أمريكا تبحث عن مكان في داخلها عشان تنشئ معبد للشيطان اللي في نفس الوقت اللي بيقفله الكنائس في الأكاديميات البحرية الأمريكية. الموضوع مش التحرر من الأديان، لا، الموضوع معاداة للمسيحية. ده من نيوزويك. تساؤل، هل الأفلام الشيطانية الكتيرة اللي بدأت تنتج هذه الأيام هي بتضل فعلا ولو أمكن المختارين أيضا؟ مرشحة ديمقراطية تطالب بسماح للإجهاض بكل أنواعه بدون أي حدود بشكل متطرف. هذه الديمقراطيين واللي بيعملوه. شمال أيرلندا للأسف لم يعد فيها الإجهاض غير قانوني بعد ما لغوا القانون. حاكم كاليفورنيا اللي سايب الحرائق والمصايب دي كلها ويمضي قانون يضمن لطالبات كاليفورنيا إجهاض مجاني في أي وقت. سان فرانسيسكو تضع 22 ولاية أمريكية في البلاك ليست. ليه؟ علشان القوانين بتاعتهم لرفض الإجهاض. خدت بالكم وده قلتها قبل كده، العكس ما بيحصلش. يعني لما كانت في ولايات الإجهاض كان ممنوع وفي ولايات بدأت تسمح به، بقيه الولايات اللي منعها عمرها ما عملت لها حظر ولا بلاك ليست ولا الكلام ده. دلوقتي بيعملوا هم العكس، الولايات اللي سامحه بالاجهاض هي اللي بتعمل ريستريكشن
للولايات اللي رفضها. عشان تشوفوا ان الموضوع مش موضوع علم، دول الناس العلم اللي ما بيأيدش اتجاهاتهم الشيطانية بيهاجموه. مؤيدوا الإجهاض يهاجموا بشدة على عالم قدم دراسة تثبت ان 96% من علماء البيولوجيا يؤمنوا بأدلة علمية واضحة ان حياة الجنين تبدأ من الكونسبشن او من يوم او من وقت الإخصاب وتكون الزايجوت اللي هو غالبا بيبقى في اليوم الثالث. ازاي وازاي يقول الكلام ده؟ لانه طالما بيقول الكلام ده معناه انه انسان حي من اليوم الثالث، معناه انه بتجهض انسان حي، بتجهض روح، بتجهض بني ادم، بتموت بني ادم. هاجموا الدراسه بتاعته و يعني تعدوا عليه بكل اللي انتم تتخيلوه من كلام. ليه؟ لان ده ضد سيادتهم او سياستهم بتاعه سفك الدم الابرياء. آلاف في تايوان يحضروا مهرجان الشواذ بعد السماح لأول مرة السنة دي في تايوان بزواج الشواذ، وده من الجارديان. النشطاء الشواذ بيحاربوا بعد ما تم افتتاح تاني فرع لشركة شيكن فليه المسيحية لضد سياسة الشواذ في سكوتلاند. شركة الطيران الكندية Air Canada تقوم بالدعاية لأجل الشواذ، إن هي هتبطل تستخدم تعبيرات المميزة للرجالة والستات، وهتستخدم تعبيرات سماء خالية من التمييز الجنسي. يعني مش هتقول سير ومدام ولا سيداتي ساداتي، لكن هتقول تعبيرات زي everybody، يعني كل شخص. ليه؟ علشان خاطر الشواذ ما يتضايقوش، عشان سواد عيون الشواذ. إيه رأيكم؟ الكلام ده طالع من فين؟ طالع من كيبك ومستر ترودو. اتفضل. آسف على الخبر ده، اعتذر بشدة من البداية. الشواذ يجبروا الشركة بتاعت هي أولوز للفوط الصحية انها تزيل علامة فينوس من المنتجات بتاعتها. ليه؟ علشان تصبح مناسبة للكل، ايضا الرجالة اللي هم ستات تحولوا جنسيا لرجالة. ده من ديلي ميل، قاد اللي بيحصل، ده الزمن اللي احنا وصلنا له. يعني مش حقيقي، ايه فرقت ايه دلوقتي عن سدوم وعمورة؟ ده اعتقد التنوع في الشذوذ بقي موجود دلوقتي اكتر من اللي كان موجود في سدوم وعمورة. استاذ ميدو، دي قصتها قصة، ودي اللي هي طبعا ديموكراتكس هذه العدوى المسلمة دي. رجل عداء يتحول جنسيا من رجل لامرأة، وحاليا يعتبروه أفضل سيدة رياضية لهذا الأسبوع. قصة مشكلة تانية في الرياضة، متحول جنس آخر من رجل إلى امرأة، يستمر هو اللي يفوز في مسابقات الدراجة على الستات، ويسبب أن المنافسات لي اللي ما بلهمش فرصة يفوزوا بيتساءلوا عن قانونية ده هيستمر لغاية إمتى. البنات والسيدات في المسابقات الرياضية يخسروا للشواذ الرجالة اللي يخسروا، فيتحولوا لستات عشان يفوزوا في مسابقات الستات. عيب عليهم. محكمة في تكساس تلغي دور الأب اللي يرفض إن طليقته عايزة تحول ابنه 7 سنوات يتحول جنسيا لبنت. فيا ربي اشتكى الراجل ده، وان هو يكون ليه دور وكلمة لأ بتاعته يبقى ليها دور. المحكمة في تكساس رفضت، لكن غالبا هيروح لسوبريم كورت. لكن ده اللي بيحصل، شوفوا ازاي تغلب الشر عن الخير وفعلا ازدياد الظلام هذه الأيام. فمرة تانية انا مش جاي اقول شوية اخبار، وليس ده هدفي على الاطلاق، لكن هدفي احتياجنا الشديد لحياة اليقظة الروحية، احتياجنا الشديد لحياة الاستعداد، ان احنا نعد زيت في مصابيحنا عشان نستقبل العريس في العالم اللي بقي مظلم جدا وما فاضلش فيه نور غير ولاد ربنا بس، هم نور العالم. واقصد الاستعداد بالصلاة، بالصوم، بالخدمة، بالكلام، في الوقت العالم اللي بيحاول يقطع لساننا بأي شكل. ربنا قال لنا الحاجات دي كلها قبل ما تحصل، علشان لما تحصل ما نخافش، زي ما قال لنا معلمنا بطرس في رسالته الأولى،
خوفهم لا تخافوا. وعلشان نؤمن في زمن زاد التشكيك جدا، فربنا قال لنا قبل ما يحصل عشان لما يحصل نؤمن، لأنه مستحيل يكون قال الحاجات دي بالصدفة وهي بتحصل قدام عينينا بمنتهى الدقة. الحاجة الثالثة والمهمة عشان حياة الاستعداد، زي ما قال لنا في إنجيل لوقا 21 28، ومتى ابتدأت تكتمل أنت ما أعرفش، لكن لما تبتدي ربنا بيذكرك إن أنت محتاج ترفع راسك لفوق وتلتفت لحياتك الروحية، لأن عارف إن الزمن ده هيكون إزاي بيتفنن بالتكنولوجيا يشغلك عن حياتك الروحية. عرسنا قرب، بس الشيطان برضه عارف إن ليه زمان يسير، فبيزود عمله. استعدوا، محدش يعرف وقته إمتى. ربنا يبارك حضراتكم. المسيح قرب، اصنعوا ثمار تليق بالتوبة واستعدوا لاستقبال العريس. أمين. تعالى أيها الرب يسوع. ربنا يبارك حضراتكم. تذكرة سريعة مرة تانية، يوم الحد الجاي إن شاء الرب وعشنا، اللي هو هيكون يوم 3 نوفمبر، اللي هو الحد الأول من كل شهر. غيرنا بدل السبت بقى الحد، أنا آسف. فالحد الأول من كل شهر هيبقى فترة الأسئلة لمدة ساعتين، من 8 إلى 10 مساء بتوقيت القاهرة بمعونة ربنا. آسف لو كنت أسرح.